الله الرحمن الرحيم، يقترب الباطل من السقوط فيسارع سدنته وحماته لمنعه من السقوط، ويعيد الحياة فيه من جديد، وينفخ في روحه حتى ينهض من جديد. والأدوات المستعملة في ذلك هي تلك النفوس الضعيفة، تلك النفوس المنهزمة، تلك النفوس الجشعة الطامعة في حطام الدنيا، هي تلك النفوس التي سيطر عليها الوهن والخنوع. نجد أن المفاهيم والمسلمات في لحظة تتغير، وفي لحظة تخطى، وفي لحظة تتبدل، والخط والمفهوم الأخطر والأصعب الذي يقول لابد من التغيير، وأيا كان ذلك التغيير لابد أن يحدث، ويصبح المطالبة بالتريث والتفكير والتدبير نوع من العبث والغوغائية، بل نصل إلى الاتهام لبعضنا إن الباطل وسدنته وقيادته لا يملون ولا يكلون، ولا هم القدرة على التشكل، ولا هم عدة مداخل وأبواب، كلما أغلق باب وضيق في مدخل اختاروا آخر وتم توسعة ثان. إن الباطل يستلهم قوته من ضعف الحق، ورغم أن رب العالمين يوضح لنا ويكشف لنا هشاشة عدونا وضعفه حتى وإن ظهر متماسك قوي، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. لا أرى ضعفا ولا هوانا أكثر من أن تكون بلادنا خطا أحمر بين طرفيها ومنزوعة السلاح. أي تغيير وأي سلام نتحدث عنه؟ وهكذا الباطل يستمر في التشكل وتغيير الخطط ما لم يتماسك أهل الحق بحقهم، ويتيقنون أن الألم يصيب العدو أكثر منا. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلنا في الشرق وأهلنا في الغرب وأهلنا في الجنوب. نرحب بكم في برنامجكم إشراقة وطن، نقول لكم أهلا وسهلا، وعلى بركة الله نبدأ الحلقة، وحلقتنا كالمعتاد نبدوها بالرسائل. ورسائلنا اليوم يعني حندخل في الحلقة مباشرة في حدث اليوم، صار يعتبر حدث كبير وخطوة كبيرة، نبون نشوفوها شوية، بنحلوها مع بعضنا، نبون يعني بما أعطانا الله سبحانه وتعالى من علم ومن عقل وكذا نشوفوها مع بعضنا. الحدث هو التوقيع اللي اليوم تم في سويسرا بين الجيش الليبي في حكومة الوفاق وبين ميليشيات حفتر. خلونا نشوفوا الفيديو هذا ونرجعوا. هاي بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نتقدم بالشكر والتقدير إلى فريق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الذين أوصلونا إلى هذه اللحظة، وهي لحظة الاتفاق على وقف إطلاق النار، لأن هذا الاتفاق ما هو إلا إن شاء الله أن يكون السبب الرئيسي لإنهاء نزيف الدم داخل ليبيا ووقف النزاع المسلح، وسيكون إن شاء الله هو السبب في الأمن والاستقرار داخل التراب الليبي بالكامل. كذلك نشكر باقي أعضاء الوفدين أو اللجنتين العسكرية من ضباط الجيش الليبي، نشكرهم جزيل الشكر على شجاعتهم وعلى كل ما كانوا يتصفون به من روح وطنية وشجاعة
للاتفاق على هذا القرار، وكذلك نشكر جميع من كان سبب في وجودنا ووصولنا إلى هذه اللحظة. كذلك نطلب من جميع إخوتي في الجيش الليبي والمؤسسة العسكرية أن يبذلوا قصارى جهدهم كي يكونوا على قد المسؤولية للوصول إلى بناء إعادة بناء المؤسسة العسكرية، وتكون هذه المؤسسة هي اليد التي تضرب بقوة على كل من يريد زعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا. كذلك نوجه كلمة إلى السياسيين في ليبيا بأن يكونوا يد واحدة ولا تجذبهم الأحزاب والتيارات الأخرى حتى يتم الاستقرار ويكون الاستقرار السياسي والعسكري داخل ليبيا، لأن الاستقرار السياسي والعسكري في ليبيا هو الذي يكون اليد في بناء الوطن، وهو الذي يصل بالوطن إلى الأمن والاستقرار. فكفانا معاناة، كفانا دماء، كفانا انقسامات. نقول إن الشعب الليبي في هذه اللحظة إن شاء الله وبعون الله تعالى أن يكون لنا تغيير في معاناة الشعب الليبي في كافة الأرض الليبية، وخاصة المواطنين الليبيين في الجنوب. فكلمتي إلى جميع الليبيين أن يكونوا يداً واحدة في بناء ليبيا حتى تكون دولة أمن واستقرار، ولا مانع لدينا من أن يتم التعاون مع الدول الأخرى في البناء وفي المصالح، سواء كانت تعاون عسكري أو تعاون سياسي. مرة أخرى أشكركم جميعاً، ونتمنى من الله أن يعم الأمن والاستقرار في ليبيا وفي جميع دول العالم، وشكراً. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى: ربنا أفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بفضل الله وتوفيقه وتوجيهات سيدي القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة بن قاسم حفتر، استطعت أنا وزملائي ورفاقنا في المؤسسة العسكرية من الفريق الآخر بالجيش الليبي، استطعنا أن ننجز ما يسمو إليه كل الليبيين والليبيات، حقنا لدماء الليبيين وبث الروح السلام والأمن فيما بينهم. سعداء بما أنجزنا، وأقول وأشكر البعثة الأممية على هذه المجهودات التي تبذلها، وبإذن الله سنكون سنداً ل بداية. كلمة بوشحمة: كفانا معاناة، كفانا انقساما، كلام يعني كلام منطقي، كلام. وبالأمانة نبارك وقف إطلاق النار، أو نبارك نزيف الدم اللي يقف، لكن نبغى نستفيد نحن من تجربتنا الماضية. اللي هو بوشحمة، سواء هو ولا الراجل هذا مراجعة، بدوا بشكر الأمم المتحدة وأن هي اللي أوصلتنا لهذا الحل. يعني بنذكره بس، أكيد عارفين، لكن هو من باب التذكير. مش هي اللي دار الاتفاقية الأولى الأمم المتحدة؟ الأمم المتحدة مش هي اللي يقصف في طرابلس حفتر وهجم على طرابلس وعدى زاروه غادي في الرجمة؟ الأمم المتحدة مش هي اللي أعطت الشرعية للبرلمان الساقط المنتهي ولايته وكذا كذا،
ولا لا؟ مش هي اللي تتعامل مع حفتر انها قائد الجيش الراجل منقلب على الشرعية؟ هذه هي الأمم المتحدة من غيرها. الأمم المتحدة هي اللي خلتنا 5 سنوات الآن نذبح باسم الشرعية وباسم القانون وباسم نبو ليبيا موحدة ونبو كذا، هذه الأمم المتحدة. الأمر الآخر اللي بنقوله واللي قاله هذاي بدأ الكلمة متحتة من توجيهات سيدي وقائدي ومعلمي وذلك الكلام الأول بتاع معمر، توجيهات سيدي وقائد الجيش العام. إذا كان هو قائد جيش عام يا جماعة معناه فيش تديروا أنتوا، شنو الخلاف اللي بينكم؟ إذا كان أنتوا مقررين أنه هو قائد الجيش العام، باقي القتل اللي صار هذا شور من؟ الخراب اللي صار هذا شور من؟ وين الجيش معناها؟ إذا كان أنتم مقررين للمنقلب على الشرعية بأنه هو قائد الجيش الليبي، القائد العام للجيش الليبي، معناها مصيبة كبيرة يا جماعة، من شن درتوا أنتم؟ الأمر الآخر، شنو الضمان عندكم أن هذه الاتفاقية وهذا اللي ينفذ؟ شنو الضمان عندكم، خاصة عندكم تجربة، شنو الضمان عندكم أن يختاروا مادة من المواد اللي اتفقتوا عليهم، سواء كان 15 ولا 10 ولا 8 على حسب المواد اللي اتفقتوا عليهم، يختاروا منهم مادة، يقول لك والله هذه اتفاقية، ياخذوا المادة ويمشوا بها، اجري عاد انت في جرتهم. كيف ما خذوا مادة شنو من الاتفاقية؟ خذوا إحياء المؤتمر البرلمان الميت، البرلمان الساقط المنتهي ولايته، خذوا منا المادة ولم يعترفوا تماما بالاتفاقية، وعلى رأسها لم يعترفوا بالحكومة. يعني أنتوا عندكم خبرة وعندكم تجربة مع قوم ما يبوش الخير ليبيا، ما يبوش دولة مدنية، علاش ننكروا فيها نحن؟ خليها تكون واضحة، يبوا دولة عسكرية هم، فما فيش واحد صاحب منطق وصاحب يعني عقل يرفض أن يكون في صلح في ليبيا وتحقن الدماء. والله نتمنى هذه الليلة أن تنتهي هذا العرس، لكن ينتهي بخدعة، ينتهي بضحك، ينتهي بكذب. لا لا، ما تجيش بالكل هذه، جي على راسنا. بعدين الفترة اللي يقعدوا فيها هم، يعني إذا صح التعبير ومشوا بهذا البند أن وقف إطلاق النار، نحن نتضرر، نحن صف الثورة المنطقة الغربية يتضرر من هذه الهدنة. كيف يتضرر؟ خلاص شبابنا نحن يروحوا الحواشين ويقولوا خلاص وقف إطلاق النار، لكن هم مرتزقة، هم مرتزقة لا يمكن يسيبوا، وبعدين في أي وقت جاهزين للحروب، لأن هذه شغلتهم. أما نحن أبنائنا اللي عنده أشغال واللي عنده كذا، خذتهم الغيرية والدفاع عن الوطن والحماية على الثورة، مجرد ما تقول له والله راه انتهت القصة خلاص يرجع البيت هو. فنحن نتضرر منها وقف إطلاق النار. التجربة تقول إن الناس اللي قدامنا مخادعين وكذبين، وخاصة لما بدأ هو بعد بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ نتيجة توجيهات سيدي القائد العام خليفة بالقاسم أركان مش عارف قصة طويلة السوداء، فكيف تبي تثق فيهم أنت وكيف تبي تتعامل معاهم؟ أنا أتمنى أن كان يوظف في الاتفاقية أن هذه الاتفاقية لا يصح أن يؤخذ منها بند واحد، يا إما تؤخذ بالكامل يا إما ترفض بالكامل. لازم هذا بند، هذا لازم يكتبوه، نتيجة نتيجة الخبرة اللي حصلناها منهم ونتيجة الخدع والكذب علينا. فأرجو أن نحن لا نتسرع في هذه، راهي هذه دماء وهذا وطن، ونحن نبو ليبيا تستقر ترتاح. بعدين الأمر الآخر اللي نختم به هنا، كيف نضمن بعد فترة وقلنا استقرت البلاد ومشات الدنيا، كيف نضمن ما يجيش واحد اخر مجرم كيف هذا ويدير لنا انقلاب حتى هو، ويقعد يقتل فينا في الليل وفي النهار، وبعدها نجو نجلس اخرى من جديد ويقولوا والله اخوه ليبيين و نمنع الخلاف وفكونا من الانقسامات؟ شنو الضامن ان ما تصيرش القصه هذه؟ ما فيش ضامن، ما فيش ضامن على طول الخط.
الضامن الوحيد ممكن نقول كم عليه، الضامن الوحيد ان هؤلاء يحدد منصبهم من الان. هذا مجرم حرب منقلب على الشرعية مأيدين البرلمان، اي واحد خش في هذه الخطة يبعد من الصلح، يبعد تماما من الصلح. بعدها والله الليبيين عندهم استطاعة في الليلة هذ يتصالحوا مع بعضهم ويباتوا عند بعضهم. لو هل الشلة هذه 150 200 500 واحد سواء كان بالبرلمان سواء كان من أتباع العملية الإرهابية ما يجوش كله 500 واحد يطلع هذيما من مشهد تصلح الدنيا. توا شوفوا شوفوا كيف هلكم يقابلوا فيكم بس. اه وهذا هو الصلح الحقيقي، هذا الصلح. شوفه شوف الشيخ كم شنو يقول. اعطونا لنا الفرصه، نحن اغتنمنا الفرصه وما عادش كما تقول فكرنا حتى في الصعاب اللي في الطريق ولا امن الطريق ولا مشاكلها، بالرغم انها الطريق طويله ما فيهاش نافطه ما فيهاش بنزينه ما فيهاش استراحه ما فيهاش وين تصلي ما فيهاش وين تشرب ميه. مشينا 10 ساعات ونص واحنا في السياره ومشينا 1010 كيلو. طلعتوا من المرج طول ولا لا؟ طلعنا من المرج اللي طريق لا طلعنا من المرج السرد. سرت وتريحنا في سرت. وبعدها طلعنا من سرت مشينا 1010 كيلو متر مع الطريق الجنوبي على اساس مرينا على الجفره ومن الجفره علي شويرف ومن شويرف طلعنا على بن وليد عشان بن وليد مشينا المصرات. فالحقيقه التعب اللي لقيناه في الطريق مش هين، لكن من خلال استقبال اهل مصرات الخيرين وبشاشتهم وفرحتهم بالوصول نسينا كل التعب. استقبلونا على مسافه اكثر من 120 او 130 كيلومتر، كان استقبال اخ لاخيه، استقبال الشخص. يعني استقبلوكم قبل مصراته قبل مصراته بحوالي 120 ولا 130 كيلومتر في بوابه اسمها بوابه الدوفان. فهذا شجعنا واعطانا دفع كبير ونسينا التعب ونسينا يعني مشاكل الطريق وما لقينا في الطريق، وكان دافع لنا طيب. وجدنا عند اخوتنا اهل مصراتة الحقيقه الاصرار والقدره على جبهة انهم يفتحوا صفحه جديده وانهم يبنوا دوله على الاستقرار وعلى الامن وعلى حل. حي الله هذا الرجل. يعني بدايه إن قال والله المسافه طويله بالحيل ومشينا ودرنا لفه كبيره ولا في استراحه لا في بنزين لا في كذا. بايس الشيخ ما نكش عارف شو السبب هذه. يعني بصراحة ما اللي سبب في هذه الكارثة؟ ما اللي سبب في هذه الكارثة يا راجل؟ قريب ناخذوا تأشيرة باش نمشوا لبعضنا على سبة واحد مجرم يبي الحكم؟ خلاص تكاشفت بصراحة، المفروض ما عادش فيها، المفروض تقعد واضحة. حي الله أهلنا في مصراتة، هذا هو الأصل عندنا نحن كثورة فبراير وكمدينة مصراتة وطرابلس والجهة الغربية. والله يعلم الله سبحانه وتعالى بمدى نفسيتهم انها تلتحم الامور من جديد ويعودوا الناس لبعضهم، الا قاعدين نحن في حاله حرب توه والدماء قاعده سايله والاف مصراته طلع منها والاف من المنطقه الغربيه، ومع ذلك استقبلوكم. وشوف الاستقبال اللي استقبلوكم به وكيف ربطوا على كتوفكم وكيف تكلموا معاكم وكيف كذا وكيف كذا. يعني هذه الحاجات مفروض يعني تدق عندكم ناقوس يا جماعه. افطنوا راكم بلدتوا يا جماعه الشرق، راكم قبل والله ما معروفين بالحنية ومعروفين بالعقل وما من المشكلة اللي حليتوها ومواعيد والوطن عندكم غالي. يعني سنين العقابية هذين بصراحة صار فيكم مسار غريب بالكل، وللأسف ما زالت المشير آه ماشي عسكري لواء قاعد غادي ويقول لن توجيهات سيدي وقائدي. سيدا اللي معطب حال الليبيين وما قابل وصلوا عرب بنغازي المصراتة، ما قابل وصلوا وما زال هذاك يقول سيدي وقائد والمشير. الامر الاخر اللي وجد الشيخ هذاي هو اصرار اهل مصراته، اصرار على حل المشكله، اصرار على وحده النسيج الاجتماعي، اصرار على اقامه ليبيا، اقامه المؤسسات، ابعاد المجرمين من كانوا سببا خرابا في ليبيا، ابعادهم تماما. يصلح الله حالنا. تو بنوروكم واحد يعني هذا من 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 الكوارث، من الكوارث واللي عطت سمعه شينة على القبائل، ومنظر يفترض انه يطلع من المشهد بصراحه، يفترض انه يزول باش الامور تروق شويه والناس تتعود ان في ناس بعقولها وناس تفهم وناس ماشيه الامور وناس تبي الوطن. خلونا نشوفوا هالافاقه ظهي. وضع خطر جدا. ما يستطيع حد.
انا اللي نحس بحفتر ولا نحس بعبيد ولا نحس بخيرها. انا ما كبشتي وهذا كلام محسوب علي. لا اكبر لا اكبر انا حاسه بعرشله. نحن نتحلى 57 راجل، نحن العواقيل فوق من 6000 راجل بما فيه كارثه صدر ضمطينا وحاملينها وعملنا مدوين. ليش؟ ساحه فاضيه خلوه النشع من مجلس الشيخ بريك ونحن دوره. ما عندناش من نسولها، ما عندناش راجل يلمنا. نحن معاك في اللمبه لكن كان الطرح سيء. نحن ما نستبع الحد على قولتك وما نستدير الحد ولا نغيب ولا تغيبوا. اذا كان نحن ظلنا راجل واحد ما فتشنا بعضنا. انت شيخ فضلنا ما تورش، انت تعرفنا كويس. احنا تلاقينا يوم بنغا في بنغازي ما تلاقيناش فوق، حكيتش في بنغازي فوق هاري رمريكا، حكيت فوق هاري بندكا. والله يا اهلنا تبين هالنماذج هذه مقدمه لقدام، والتكلم باسم القبائل والله ما انكم ملاحظين خير، والله ما انكم مقدمين خطوه لقدام. تعال الان واكذا اللي يقول ما نحسش في حد، انا اهم حاجه عندي قبيلتي، وبعدها يقول من قتله بريك الواطي ما عادش قدمنا لقدام، ولا قدر راجل منكم يرفع راسه، ولا قدر واحد منكم يتكلم يقول من اللي قتل بريك الواطي. تين قبيله اللي تحكي عليها؟ والله غير خطوها انتم القبيله. والله قبيله عبد الحميد العبار خطاها يا راجل. رقم شوهتوها، رقم ضيعتوها. والله ما حشن انتوا قلتوا المسيره هذه الا ضاعت البلاد وضاع القبائل وهالمنطق العوج، منطق المزرعه هذا، منطق القبيله العوج هذا، والله ما يقوم دوله ولا يصير منها دوله فيها هذا المنطق. يصير منها بحاجه واحده، قاعد فوق منها معسكري يقول لك امعز انت تكلم وانت اسكت. هذا كون يصير منها. برضو خلونا نشوفوا واحد بعقله، هذا هو المفروض الكلام يتبعوه ويشوفوه. اعطونا الراجل هاي. كم سعد مسعود نتفه العشيبي، وصار عندنا موضوع اللي يملوا وليت، وبعض الاخوه المشايخ عندهم علم وقالوا اللي بدها تقول الكلام هذا وفوتك العواقير. قلت لهم يا جماعه الموضوع يعني نحن في تأبين وفي تعزيه، لان قالوا والله انت عند هلك اللي بده تقول لهم الكلام باش يبقوا على بينه من هالامر اللي صار. عندي ولد سيدي انقل الحاج المهندس فرج ندفه، ويسكن في منطقه اسمها قصر الطويل، عنده مزرعه، والمزرعه هذه عندها حفاضات كبار وثلاجات متاع الخضرة ومتاع الفواكه ومتاع نعرف ايش، وياخذ لهم في نافتة وبتصريح رسمي بوراق رسمية. نعم. وشغل في آليته علي سجل الكلام. يوم الخميس اللي هلب، يوم الخميس اللي فات بالضبط، جت مجموعة مسلحة مدججة بالسلاح وبالعتال، ورجال لابسين عسكرية، لعنهم عسكرية ولا ما هم عسكرية، لقوا بنخين هضوم ابطحوهم على الأرض، رجال يخدموا خدامة في المزرعة وطوا على ظهورهم كم كم الله، واحتدوا عليهم جسديا ولفظيا، وقيتهم واحد قال له مروان بوزقية. هذا اسمه مروان بوزقية، انا والله حتى كان قاعد انا ما نعرف، لكن هذا الاسم اللي جانا. وصفوا في العمال وحيلهم سودين وحطوهم في تركينا ومعاهم فلسطينيين، ورقوا وفتم يفتشوا في دبشم، خذوا من حساب المزرعه 36,000، وخذوا من العمال 14,500، وخذوا معاهم اكثر من 20 نقال، وقالوا كلام ما ينقال، وخذوا ولاد الاستاذ فرج ندفع وشالوه لعند ال 106، وقابل واحد قال له عمر المقرحي اللي هو امر، وقال لنا علاش دايرين نبيدي هذين اوراقي، هذين اوراقي، قال لنا احنا متاسفين، باتت علي متاسفين، وردوه الراجل. نحن الكلام هذا راهو رانا مستعين منا جدا وزعالة منا جدا،
والكلام الفيس اللي عند الشباب كم تقرأ فيه وتسمعوا فيه، هذوم دواعش المال العام، وهذوم اللي خذوا النفط الليبيين، وهذوم اللي داروا وداروا، وهذوم اللي داروا وداروا، والكلام والله عاري عن الصحة. نحن يا أخوت شفتوا الحوسة اللي قاعد فيها اللي مبدي يهروك هذا ويطلق، وانا ما عندي الا القبيلة ريته لما ساد المنطق هذا، منطق القبيلة والجهوية، ولما ساد شوف البلاد وين مشاته. نحن توا ما عادش نبوا لهكذا، نبوا قانون توا، نبوا احترام للإنسان، حرمة الإنسان، حرمة البيوت، حرمة الأرواح. الراجل يقول في كلام منطقي، كلام عقل، كلام وحدين لابسين، قال والله ما دعوا عنهم جيش ولا ما جيش، خلطت الحكاية، خلطت. لا ما هم جيش يا سي الحاج، راهم ميليشيا، عصابة ميليشيا، سواء لبست البدلة ولا ما لبست البدلة، الدماغ اللي جوا دماغ ميليشيا، ويقود فيهم واحد ميليشياوي درجة أولى من فوق بالكل، ميليشياوي في الأصل، ميليشياوي طلع على ليبيا في وسط النهار والقايلة ويبي يغتصب السلطة زايد ناقص. أيام معمر ما قدرش يديرها، لكن لما جابته للأسف ثورة فبراير طمع فينا، وهو من عادته طبعا، من عادته الانقلابات والخيانة والغدر، من عادته خانوا الملك رحمة الله عليه، وبعدها خان عصابته اللي هي عصابة القذافي، وعدى دروحة انضم، وبعدها خان الجبهة، وبعدها جاء خان الجبهة ورد على معمر وعطاه فلوس وبحبحها له، وبعدها خان معمر وجاء ثورة فبراير، وبعدها خان ثورة فبراير. المهم حكاية كلها خيانة، سي في بتاعه خيانة في خيانة، والنتيجة اللي توا قاعدين نحقوا فيها المنطقة بتاع القبائل اللي كانوا طمعين انهم يحكموا، وان بنغازي المزرعة متاعهم، وانهم هم اللي يحق لهم، واذا بهم تصير فيهم الحالة اللي توا هذه. ويلطف الله بالناس الطيبة، يلطف الله بهلنا في المنطقة الشرقية اللي هذه حالتهم. لكن في مؤشرات هيك تقول ها الناس بدوا يوعوا، منها كلمة الحاجة ظاهي، ان شاء الله ربي يحفظ مسكين حتى ما تصير له شي حاجة. وتوا في بيان اخر كذا، خلينا نشوفه مع بعضنا. بسم الله الرحمن الرحيم. من المنطلق الوطني وهذا الوضع الحرج الذي يمر به الوطن من احداث متسارعه وظروف صعبه خطيره تتطلب تكاثف الجهود والعمل للخروج بالوطن الى بر الامان، فاننا نحن مجموعه من شباب قبيله العواقير نجدد تأييدنا للمبادرة الداعمة للسلام والاستقرار برئاسة السيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب المنتخب، وإننا ندعو كل الأطراف لنبذ الفرقة والذهاب قدما نحو مساعي السلام والمصالحة الوطنية الشاملة، وإننا نحن كمجموعة من شباب قبيلة العواقير ضد أي توظيف للقبيلة من شأنه خلق الفوضى والفتنة بين أبناء الشعب وإشعال فتيل الحرب وتمزيق النسيج الاجتماعي عليه، فإننا ندعو الجميع لتحمل مسؤولياتهم تجاه الوطن والالتفاف حول أي جهود رامية للسلام والعودة إلى المسار الديمقراطي والمشاركة الحقيقية من كل أطياف الشعب في تقرير مصيره بطرق سلمية تكفل له حقه عبر صناديق الاقتراع بكامل إرادته وحريته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدر الجمعة الموافق 16/10/2020. ربي يحفظكم إن شاء الله، ربي يحفظكم مجموعة شباب كويسين، هذا عقل وهذا كلام منطق، وخاصة في هذا الظرف، ظرف الخايض الدنيا هذه. بس كلمة عقيلة مع عقيلة هذا هو سبب البلاء، راهو عقيلة، راه سبب العطب النهار هو العقيلة. عقيلة انتخبوه الشعب، فهموها يا أهلنا، انتخبوه الشعب، منتخب الراجل، وإذا به يجي واحد عسكري يبي السلطة يأيده. باختصار الموضوع أيده وعطاه الشرعية وقال له أنت هو القائد العام للجيش، وهو راجل متقاعد منقلب على الشرعية. إذا البلاء كله عند ما يسمى عقيلة صالح والمجموعة اللي معاه اللي في البرلمان اللي أيدت هذا الكلام ورضت به، وهي اللي الآن توا برمين يقول لك والله زرطنا فيه حفترتم، وأنتم اللي زرطتونا فيه، أنتم اللي حطيتوه. شباب كلام كويس منطقي، نحن ضد قالوا توظيف القبيلة في أي توجه، ضد القبيلة. نحن نبو دولة مدنية، مؤسسات، قضاء عادل، نبو أي مبادرة تحفظ ليبيا وحدتها، وتحفظ لليبيا كرامتها الحقيقية، وتحفظ لليبيا
جميع خيراتها وأرزاقها وتبعد عنها الخونة والمجرمين والقتلة والمنقلبين على الشرعية على رأسهم، المنقلبين سواء كان مدني أو عسكري، أي واحد انقلب على الشرعية لا مكان له في ليبيا الحديثة، لا مكان له. باختصار كان تبوا البلاد هذه يصير منها. شوفوا بلاش توا، شوفوا المنطق العوج، وشوفوا الإفرازات حكم القبيلة والمناداة بالمزرعة والمناداة بالعسكر، شوفوا الإفرازات، شوفوا التشوهات. يا عواقير إن الله غالب قاعد في مصر، بس يا عواقير جايبين كم فساد من طرابلس ويشكوا في معيتيق وصراش في وسط بنينة، ما احترموش على دماء الرجالة. هالفساد هذوما هذوما جايبين كم واحد شركسي حاطين على أفريقية، عبد الرحمن زيد جايب لك حطيناكم على أفريقية، تقولوا عواقير تجتمعوا ونحن نجتمعوا ونحن نديروا، كملتوها دوا وخلاص يضحكوا عليكم الرجال. يا محمد عامر، رتب في وقفة احتجاجية عند قاعدة بنينة. طبعا نحن بعد نجي غادي في احتفال تاع بنينة تاع تحرير بنينة، لما تكون غادي سهل تو في عرب تنعرف كيف نقرصوا لأذانها، تنعرف كيف نخدموا لهم صح، نخدموا لهم خدمة عيال بلاد، تنوروهم خدمة عيال بلاد. والله عيال البلاد ما يديروا هكي، والله عيال البلاد المسقمين اللي ينفعوا الورد، والله ما يدير الخبر اللي تديروا فيه المنطق العوج بتاعكم. شركسي قال حطينا على الأفريقية، وش بيحطوا لك ماله؟ حطوا لك عقولي؟ شو الكلام الفاضي هذا؟ قول حطوا لنا واحد مسقم بنادم ينفع يخدم الوطن. ايش حصلتوا منها انتم النعره اللي توديروا بها، اللي ودرتوا بها البلاد؟ ودرتوا بها البلاد، ودرتوا بها الرجاله، ودرتوا بها شباب ليبيا من الطرفين من هالنعره بتاعكم. طب اللي في مصر ما غادي ويونط ما غادي. جي يسمع بك المشير نعرسك يطير انت وياه ان شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. توا نوريكم واحد سبحان الله نفس اللي موجودين توا، تشوفوا تربية القذافي هيك باختصار، تشوفوا العبقريات اللي أنتجهم القذافي، شوف نوع العقلية اللي أنبتها القذافي. أسمعوا الكلام هذا حيضيقكم، أنا عارفة حيضيقكم، لكن تحملوا شوية بس. هاي سمى البديهية، نقول هذه حاجة بديهية يعني مش حقيقة بعد الحقيقة. لماذا؟ لأنها حقيقة تم إثباتها مئات المرات فتحولت إلى بديهية، ما عادش نحن في حاجة إلى إثباتها. وهناك حاجتان في ليبيا دخلت مرحلة البديهيات، نحن لسنا في حاجة إلى إثباتها. وأول هذه البديهيات أن معمر القذافي من القادة العظام في القرن العشرين، وليس هناك في الدنيا وفي التاريخ يعني قيادة بدون أخطاء مهما كانت، حتى الرسل والأنبياء أخطأوا. يخطأ عبد الناصر، اللي تخطأ الدولة وليس القيادات. حتى احنا معمر القذافي أخطأت الدولة ولم يخطئ، مش القائد اللي أخطأ، احنا أخطأنا. أنا كنت أمين تعليم وأخطأت بحسن نية أو بجهل أو بغيره وغيره، أخطأ أمنا اللجان الشعبية العامة، أخطينا في الأسكان، أخطينا في الكهرباء، أخطينا في الطرق، هذه أخطاء الدولة وليست أخطاء القيادة. والفلسفة توقفت في القرن العشرين، القرن العشرين ما في فيلسوف على الإطلاق، كل اللي تسمع بيهم مش فلاسفة، يعني مفكرين مدارس كذا ولكن مش فلاسفة. معمر القذافي دخل في مرحلة الفلاسفة بفلسفة ليست فقط في السياسة ولكن في حتى في الميتافيزيقا دخل، هذه هي جوهر الفلسفة. ثورة الفاتح ثورة من الثورات العربية الكبرى، مش فقط بالتنمية، بما أحدثاته من تغير جوهري في العقل والفكر. ولو معمر القذافي اليوم موجود أو عبد الناصر، هل يحدث ما يحدث في الوطن العربي في الوقت الحاضر لو فيه هؤلاء القادة الكبار؟ لا يمكن أن يحدث ما يحدث. وما شرايكم بالله عليكم،
أكيد تنرفزتوا شوي، لكن الله غالب هذه البضاعة اللي موجودة، وهذا هو البلاء اللي قاعدين فيه نحن. شفتوا البديهية بالله عليكم هالدكتور، راهو حاجة كبيرة بكرة، بديهية راه البديهية هذه اللي بعد الحقيقة. ليش قال بعد الحقيقة؟ لجنة أثبتت شنو؟ لأن حقيقة تم إثباتها مئات المرات فأصبحت بديهية. بايا سي الحاج، والبديهية هذه ايش تقصد بها؟ معمر واحد منهم معمر بديهيات، معمر رغم من القادة العظام، بديهية من البديهيات هذه ما تناقش فيها، هذه ما تناقشش فيها، هذه كيف الغيب، هذه حقيقة ثابتة. معمر الجرثومة المعفن هذا بديهية من البديهيات على حسب المعفن اللي كيفه هذا. لو كان قال القادة العظام هذي موجودين كيف عبد الناصر ولا معمر، ما كان يحدث في الدنيا ما يحدث، راهو عدلوهن الأمور هما. هو مش عارف والله شنو يقول، هو في بلاء وفي دمار وفي خراب جانا إلا بوجود هالشخصين هذيما بالذات. في بلاء جاء للأمة وهالهزائم اللي جت على روسنا والانتكاسة في الأمة مش سببها هؤلاء الناس هذيما؟ الإرهاب اللي انتشر في العالم والاغتيالات والخطف والأخلاق السيئة من سببها هذه؟ من اللي سلط الليبيين على بعضهم؟ من اللي خذا بناتهم وخشش للكليات العسكرية ويعطيهم شهادات؟ من الحوسة هذه وين كانت؟ من اللي خذا أرزاق الليبيين وأموالهم وحوشينهم؟ من اللي خذا سياراتهم والسيارة لمن يقودها؟ من اللي وكلهم لحمل الحمير وعزق عليهم الدبش والشكارة فيها جميع أنواع كندرة العيل واللباس داخلي وحوسة؟ من اللي دار هذا؟ دار البديهية اللي يحكي عليها هذا؟ داروها القادة العظام، القادة العظام اللي يحكي عليهم الفيلسوف بتاعهم. الفلاسفة قال لعند 2020 انتهوا، قال ما عادش في فلاسفة، قال. لكن معمر بعد 2020 قال دخل دائرة الفلاسفة. الله أكبر، الله أكبر يا جماعة. والله شوفوا هالنوعية هذه اللي أنتجها معمر، كذلك الإنتاج اللي توا يحوس فيها كلها إلا لعند المشير. المشير، لا المشير كان حرب خليفة جابها من بعيد يا راجل، راحت البلاد يا ريت خلاها رايحة، جابها من بعيد. تو تشوفوا واحد خبوق من الأبواق حتى هو، لكن عنده حالتين قبل وبعد، قبل الهجرة وبعد الهجرة. خلينا نشوفوا هاي قبل البترول، قبل البترول، وهذه لابد منها. ونحن الآن اشتغلنا شغل كويس مع أخوتنا في زويتينا، في مناطق راس ألوف، في مناطق السدرة، في المناطق هذه اللي بريقة وغيرها. إذا هذا البترول لنا اصلا، مش حتى من عرضنا، لا من عرقنا، من عظامنا، طالع من صديدنا. فلذلك لابد ان نقفلوه. نين انبهتوا لهالموضوع؟ القفل سيكون كالاتي: شعبيا نحن نبو نعرف المصرف اللي لما ياخذ صنع الله ويبيع يحطه في المصرف الخارجي. لا هذه ما عشتش. نحن الان وعبر العالم نوقفوه شعبيا، يجينا العالم ونقول له اهلا وسهلا. نحن القفل سيكون قبليا، سيكون الان حنديروا غرفه اتصال عندنا هنا في القناة بعون الله تعالى بمجموعة مميزة من الشباب وعلى رأسنا الأستاذ حاتم العريبي. الأمور اللوجستية خيام، راهو اقتصاديا ماناش متريحين، هذه الحقيقة يعني. راهو على مستوى معيشة المواطن راهو والله شيء مذهل للغاية بالكل يعني. نين خلاص محتكنين على الأساس، الناس لاهم فلوس، لاهم ضي، لاهم مية، أقوات بدأت تنقص، هذه الحقيقة. راه هذا راهو يجب أن يفهم كل من على سدة كرسي في ليبيا، الوزير، الوكيل، اللي في الجيش، اللي في البرلمان، اللي كذا، لازم يعي. ما يبقوش في الليل ويرقد ويقول لا، يجب من يعي أن هناك أسر الآن لا تستطيع أنها تأكل في النهار ولا في الليل، ومش شوي، مش يبقى الكلام واضح، مش شوي، أسر كثيرة وكثيرة جدا جدا جدا، يعني مستوى معيشي وبعدد كبير، يعني عدد كبير يصل أنه ما فيش حق أكيد عليه. هذه حقيقة يجب أن نقولها بصراحة.
فعلان متفاعل ان امنيا انا تمام، لكن اللي الان قاعد في الساحه يدبر حل ما ناش عارفين شنو الحل. هل الحل هذا مع سياده الاستاذ علي الحبري مع اتفاقه مع الجيش مع البرلمان مع الحكومه الليبيه المؤقته زي ما كانوا يسلفوا يسلفوا اخرى، لان على الاقل الاخرين على الاقل عندهم دولار وعندهم رامي تحدثوا مع الصديق الكبير وعندهم مخزون من الدولار. ايش رايك عماد فلحوس؟ ها قال هذا النفط طلع من عرقنا طلع من صديدنا، لا كون عندك صديد لان عندك صديد صديد لعوذ بالله منا عفن خمج يطلع من عندك، لا مزبوطة هذه والله هذه ما كذبتش فيها مطلق، يعلم الله ان عندك صديد لعوذ بالله. شين هالظلال يا جماعة؟ شين هالظلال؟ ودرتوا البلاد ودرتوا العويلة ودرتوا الدنيا كلها، تو قاعد تشكى توه دون حل. ليبيين عددهم كبير بكل، حتى حكيت الحليب ما عنده، حتى أكال ما عنده، لا يقدر يأكل في نهار لا في ليل، قال حالة معيشة، قال معيشة ضنكة. انتوا مو جبتوها لأرواحكم؟ يغضب يغضب، مو جبتوها لأرواحكم؟ مو قلتوا تاكلوا تشربوا ومبحبحة يا جماعة؟ عندك علم يا مطلل؟ راجعنا الاعتمادات في الثلاث سنين اللي فاتن هذينا، الاعتمادات الدق اطلعنا الاعتمادات اللي طلعت من المنطقة الشرقية، الشركات في المنطقة الشرقية أضعاف اللي طلعت من الغرب، ولا ما لكش عارف أنت هذه؟ إذا أنتوا سراقين مش هالوطن، أنتوا ما لكمش علاقة بالوطن، أنتوا ما لكمش علاقة بالاستقرار والأمن والحياة الطيبة، لا 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 لا، لا. أنتوا جاب لكم الله هالخزوق هذا اللي يقولوا له المشير هذا نعرس كم يطير، اللي جاب لكم هذا جابكم بالعصا ووراكم سواد الليل، وراكم وراكم الزنباع وين ينباع، وقاعدين تتغوثوا وتتعايطوا ومازال الى الان ما يقدرش واحد منكم يقول عليه كلمه يضرب فيها كلها، وبعد يقول له دونك يا مشير دونك يا مشير، انت الجيش لا ما يديرش الجيش، الشرطه توا الشرطه هي اللي فاسده وهي اللي معفنه وهي اللي تسرق، لكن الجيش مستحيل، الجيش اللي على راس المشير مستحيل. إن لله وإنا إليه راجعون. يصلح الله الحال إن شاء الله، يصلح الله الحال ويفككم الله من هالأبواق يا عرب برقة يا هالي في الشرق، فكدوا هذيما طلعوهم من خط كنتم بالبلاد تسقم وتبونا ردوا على بعضنا وتسقم ليبيا النماذج اللي كيف هص كيف المادي الهرواك هذا متاع القبيلة وده 6000 راجل عندنا، في 6000 راجل ويني هل يا ساكت يا رجل؟ وهث فكونا من ناحيته إن شاء الله خير. برضو عندنا بيان حتى هو كويس، حتى هو كويس، شباب بدوا يوعى ويفهموا. هاي بيان شباب قبيلة المغاربة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نعلم نحن شباب قبيلة المغاربة المجتمعون في 20 من شهر سبتمبر بمدينة جدابية عاصمة الهلال النفطي والدائرة الرابعة، نظرا لما نتابعه من تطورات المشهد السياسي في ليبيا وما آلت إليه الأوضاع وأضرارها على المواطنين البسطاء، فإننا نعلن ما يلي: واحد، تأييدنا الكامل لمسار البعثة الأممية والحوار الذي انطلق في جنيف والذي جمع الأطراف الليبية الفعالة للخروج بتسوية سياسية تحقق الاستقرار والسلام في ليبيا، ونؤكد بأنه لا مخرج من الأزمة إلا بالحوار والتفاهم، وقد سئمنا الحرب التي ندفع ضريبتها باستمرار. اثنين، نرفض كل ادعاءات التخوين التي تطال المنخرطين في الحوار الأممي من أطراف لا تعرف إلا لغة الموت والقتل وتنفيذا لأجندات خارجية لا تريد الاستقرار لليبيا. ثلاثة، رفضنا لمن يتحدث باسم برقة للمساومة السياسية من أمثال المدعو العارف النايل والمدعو عبد المجيد مليقطة، ونؤكد بأن الحوار
يجب أن يكون مع الفاعلين على الأرض وليس مع من يعمل من أجل صفقات سياسية لتقاسم ونهب ثروات البلد. أربعة، إن ليبيا تسع الجميع ولا مكان فيها للإرهاب أو الميليشيات، مؤكدين ضرورة المضي في المسار الديمقراطي المدني. وعاشت ليبيا حرة أبية. حياكم الله يا شباب المغاربة، وربي يحفظكم إن شاء الله، ربي يحفظكم حتى أنتم كملتوا سواء في طرابلس ولا في البريقة ولا كذا، لكن ربي يحفظكم إن شاء الله. وكلام شباب صغار لكن كلام منطقي وكلام عقل محتاجين له، خاصة في هذه الظروف لابد تسمى الأشياء بمسمياتها، إن كان تبوا تبلطوا من هالورطة اللي نحن قاعدين فيها بالعربي. أي واحد تسبب في الخراب والدمار أيا كان يبلط من قصة، على الأقل يبعد علينا يا سيدي، ما تبوش تكلموه توه، المهم يبعد عنا لمدة 5 سنوات، بعد 5 سنوات سهل نحقه معاه ولا نديروا له رأي. توه شوفوا هالشباب هذيما والكلام اللي يقولوا فيه، في شيخ حتى هو مش بعيد منا الكلام هذا، لكن يبري في حفتر ويبري في جماعة حفتر وكذا. وشوفوا، خلينا نشوفوا مع بعضنا. هاي قائد العام سيد المشير خليفة بن قاسم حفتر، نحن من أعيان منطقة جدابية. جدابية تعاني لهذه 3 أيام من هاش 2 أسبوع من البنزينة، ليش؟ مانيش عارفين. جدابية قدمت شهداء في تحرير طرابلس، ومدار تقدم. جدابية قدمت في تحرير الحقول. جدابية قدمت في أي معارك كانت جدابية سباقة، حتى في تحرير بنغازي. لنا توا 2 أسبوع وقبلها 2 أسبوع بلا بنزينة، ليش؟ مانيش عارف. جدابية حافظة المهجرين. اجدابيا رجالك السبت غلم يمشي الواحد 70-80 كيلو برا، بنزينة ما فيش، قاعدة تتشير العرب. انا مش عرفنا كيف فيها جثمان شيلات يتهموا فينا بالتهريب، هم عارفين اللي هرب من، نحن ما لاش عارفيننا. عرب بيادي رجال الرياح، البنزينة هذا ابسط حق من حقوق اجدابيا. معقولة 160 كيلو بنغازي فيها بنزينة ونحن لا؟ والله عبو خلوا بريقة تخطينا نحن، حتى بريقة ما غطتنا نحن. نحن الناجد سيد المشير القائد العام خليفة بن قاسم حفتر، إن فيهم وضع لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما زال يناشد السيد المشير ويقول ليش انظلمنا نحن من هالتهفيك هذا، من هالظلال هذا، كان غيركم تظلموا. وبعدين أنتوا ظلمتوا على قولك، أنتوا شاركتوا في تحرير طابلس وشاركتوا في تحرير الحقول وشاركتوا في تحرير بنغازي على قولك، وموتوا عيال كم غادي، هذا مش ظلم هذا؟ وتقول شنو اللي سيرنا هذا؟ علي سيرنا، سير لكم من الظلم. انتوا قتلتوا وانقتلتوا في سبيل باطل، والباطل ما زلت تقول له سيدي المشير، ان على راسك يطير سيدي المشير، دونك دونك يا سيدي المشير. لا انت تبي تقعدوا في الظلال انتوا؟ مانيش عارف والله. هالحاله اللي قاعدين فيها وما زال سيدي المشير اخا؟ يا راجل لا اله الا الله، قطع الراس خالية يا جماعة، حرام عليكم، حرام عليكم تذلوا في ارواحكم الذل هذا كله، ليش؟ مقدمين عيالكم انتوا ووخرة من ذلين؟ بصراحة يلطف الله بينا وخلاص، يلطف الله بينا. مدبيا نكمل معاكم لكن عاد الله غالب، سيف الوقت. نلتقي بكم في لقاء قريب في حلقة جديدة في عنوان جديد من برنامجكم إشراقة وطن بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.